مرحبا، معكم بوشري الزريدي. دابا كانت لجنة المراقبة ومن حقها تدوز في اي وقت. مرحبا، ماشي مشكل. شنو جاو على اش قلبوا على اش سولوا؟ سولوا على النظافة وعلى بطاقات الصحيين. ماشي من حقهم، كل مرة خصهم يدوزوا، مرة يدوزوا. ماشي قلبوا المحل كامل؟ قلبوا المحل كامل، دخلوا للمحل ديال التكزار، دخلوا للمقهى، كل شيء نور مزيانة. ماشي شنو الملاحظات اللي خلاو لكم؟ ملاحظة واحدة اللي لقيتها أنا هو البطاقات الصحية ما تتوفروش عليهم الدراري، مرة تيتبدلوا. المرة الجاية إن شاء الله يكون الأمور مقادة إن شاء الله. واخا بالنسبة لكم أنتم هاد المراقبة وطالعوا على الأثمنة وداك الشيء، شافوا داك الشيء قال شو مزيان. بصراحة خاصهم مرة يدوزوا يراقبوا الناس، من حقهم. في صالح ديالنا يكونوا يراقبوا ديما ويضبطوا النظافة وداك الشيء، يكون داك الشيء في نورم ديالو نقي. في صالح ديالنا. شنو كتقولوا للزوار ديال مدينة أسيوط؟ مرحبا بهم، مرحبا، واللي جا مرحبا. علاش يبقى جا عندنا ديما؟
هادشي. شنو جات الجنه ديالك؟ جات قامت بالمراقبه ديال سميتو، قلبوا الثلاجه، قلبوا مسائل داكشي ديال الكوزينه، كلشي داكشي كلشي مزيان وصافي. قلبوا اللحم، قلبوا اللحم، قلبوا اللحم، الطواجن، كلشي فيترينات، كلشي كلشي ناضي، كلشي مزيان. ما كتكونوش معلومين قبل بانهم؟ لا لا ما كيكونوش، لا جات على غفله ومزيان، كل خطره تجي مزيانه زينه. غتهناو دابا من المحلات اللي اي اي اللي كيجيبوا داكشي ديال اللي ما خدامش وصافي.